نظرا لأهمية الجريمة الإلكترونية وما تشكله من خطورة على اقتصاديات وأمن الدول، فمن الأهمية بمكان للدول الأعضاء المساهمة والمشاركة بفاعلية في إنشاء هذا المجمع وتقديم المشورة والمساعدة والتعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائه. طبعا الدول الأعضاء دور هام وحيوي في المساهمة في إنجاح مشروع المجمع العالمي في سنغافورة، وذلك عن طريق تقديم الخبرة من الضباط الأكفاء العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وأيضا بترشيح ضباط للإعارة في المجمع، بالإضافة لتقديم المشورة. المجمع العالمي طبعا بيضم مركز لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وبيضم أيضا إدارة لتنمية القدرات، وبالتالي سوف ينظم دورات تدريبية تخصصية لجميع ضباط إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، وأيضا سيزود المختبرات الرقمية في الدول الأعضاء بمعلومات، ويمكن تبادل المعلومات مع هذا المختبر الرقمي في المنظمة. موقع المجمع بيكون في سنغافورة، طبعا بيساعد كثير من الدول الأعضاء وخاصة الدول اللي في قارة آسيا ودول الشرق الأوسط أيضا من ضمنها وشمال أفريقيا بعض الدول، بحكم أنه بيكون مركز رديف لمقر المنظمة في ليون، سوف يساهم أيضا في عمليات التنسيق العمليات والتنسيق.